فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الحرم وبعد خروج المعتمرين يتلقاهم الحلاقون في ساحات المسجد ويعرضون عليهم الحلاقة ثم يأخذونهم هناك، هل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟ إيه نعم، هذا فيه إضرار بأصحاب المحلات، فيه إضرار بأصحاب المحلات الأخرى، وأخذ للزبائن عنهم هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. نعم.